مرحبا بكم في برنامجكم ستار تايم. اليوم ضيفنا الفنان الشعبي المصري اللي ما بدلتوش الشهرة، قاعد ديما متواضع وديما قاعد إنسان شعبي وعلى طبيعته. قتلني بالضحك ديجا قبل ما نبدأ. مرحبا بك سعد الصغير. مرحب بيكي أحلى رندا، ومعليش أنا تأخرت عليكي مش ذنبي، وبقول لأهل تونس كل سنة وهم طيبين، أطيب شعب. بحس أما أنا أجي تونس أكني في مصر، فبقول لك أهلا بيكي ومنورانا. وبصي أي حاجة أسئلة اسألي براحتك، ما تخافيش. حاولي تقولي للمشاهدين أنا جبت لك ليمون على حسابي، يعني حاولي تقولي لهم. خلصتوا؟ والله خلصتوا قبل ما تجي. دفعتي؟ صدق ما سمعيش الفلوس بتاعك، كنت بتاخدي حقه؟ طيب لا ميرسي. سعد مرحبا بك في تونس مره اخرى. انت اليوم موجود لهنا في تونس، عندك حفله نجم نقولوا خاصه، اللي هي في مطعم كبير في جمرت. احكينا على الاوضاع في مصر، شحوال الاوضاع غاديكا؟ نعرف فما شويه قلق، فما شويه مشاكل. لا بص، عارفة زي تونس هو بس المشاكل بتبقى في حته معينه بس، ومشاكل تافهه جدا. يعني مثلا تلاقي يعني مشكله في شركه، عايزين الناس المرتب يعلى شويه، فبيعملوا مظاهرات وروح موقفين الطريق. كان زمان ما كانش فيه الكلام ده يا معاد، وما حسني مبارك ما كانش فيه الكلام ده خالص. فزي ما بيقولوا كده الشعب متدلع شويه. فقدتوا حسني مبارك ولا لا؟ انا عن نفسي انا بحبه، انا بحب حسني مبارك. فرحت للثوره المصريه ولا لا؟ ولا تمنيت انه حسني مبارك قعد؟ انا لغايه دلوقتي بتمنى انه يبقى قاعد. عارفه احنا وصلت بينا مرحله ان ما ينفعش اولادنا ينزلوا ولا مراتي تنزل. يعني لو مرات نزلت ممكن تتخطف، ولادي يتخطفوا ويطلبوا فديه. عارفه وصل ايام حسني مبارك ما كانش في الكلام ده. هنقول بقى ان حسني مبارك كان ظالم، كان زي ما بيقولوا كده واخد فلوس الشعب وبتاع، بس ما عارفه انت معيشك في امان. في امان بقى، احنا كنا عايزين الامان، احنا مش عايزين حاجه اكتر من كده. واكثر حاجه لاحظتها احنا اليوم، ما ينجمش حد يطلع يقول انا فقدت بن علي. انتم في مصر لا تقولوا، ما تلوموش بعضكم، انتم في وسط بعضكم ما تلوموش. انا انت تحب حسني مبارك ليه؟ كيفاش؟ لا لا انا على فكره مطرب الوحيد اللي طلعت وقلت انا بحب حسني مبارك. كل اللي كانوا بيلعبوا مع حسني مبارك اولاده كانوا بيلعبوا معاهم كوره، وكانوا زمايله طلعوا ما يعرفوش حد، خايفين زي ما تقولوا من الشهره. فانا مش خايف من الشهره، يعني حتى لو حصل لي حبس ولا حاجه طلعت قلت انا بحب الثوره، اللي هم شباب الثوره، الشباب اللي تعبوا وهم كانوا عايزين حاجه معينه، ما كانش عايزين اللي يحصل دلوقتي في البلد ده. هم كانوا طالعين بيقولوا حريه عداله، يعني كانوا عايزين زي ما بيقولوا عندكم هنا المباحث او الشرطه تعملهم بانسانيه، وفي بقى في عدل ما بين الرئيس وما بين يعني مثلا ابن الرئيس ما تعملش، واحنا كشعب بس. هم كانوا طالبين كده، ما كانوش طالبين حسني مبارك يتشال. فهي جت عارفه اللي هو بايلاك كده، ناس دخلوا في النص راح عاملين ارحل ارحل. فالراجل زي ما بيقولوا كده اللي هو مش عايز حاجه من الدنيا، راح قال لهم سلام عليكم. احكي لي شنو اللي عملت في مصر وكيفاش قدمت للانتخابات الرئاسيه؟ هي دي عشان بحب حسني مبارك. هم استهزأوا بالكرسي بتاع الرئاسه عندنا في مصر، عشان الواحد يبقى ظابط، ظابط بس زي عندكم هنا شرطه، شرطي زي ما بيقولوا هنا، لازم من والده يكون عنده قصر او مثلا بيت كبير وارض، وجده يبقى حد جامد جدا عشان يخش ظابط. ده الظابط، طب ما بالك حسني مبارك بقى رئيس. الرئيس يبقى عامل ازاي؟ لازم يكون اقل حاجه، يعني اقل حاجه انا اعرفها يكون بيتكلم 7 لغات ويكون دارس حاجه جامده جدا. لا عندنا لقينا في الشروط ان يبقى رئيس الجمهوريه مفيش حاجه في الورقه خالص، فتلاقينا تاني يوم سواق تاكسي داخل الرئاسه وعايز يبقى يا ريس. وتربي، عارفه التربي عندنا اسمه مش عارف عندك اسمه ايه، اللي بيكفن الميتين. اوكي. ده عندنا تلاقيناه داخل بالجلابيه. فحبيت ادي درس الحكومه. رحت ده نازل وحبيت اقول لهم انا ممكن اجيب جمهور، جبت 50,000 صوت في اول يوم. في اول يوم على قريب شفوك رئيس جمهوريه مصر. لا بس انا ما ينفعش حتى ابقى ظابط حتى امين شرطه، بس هيك قدمت انت الانتخابات. انا قدمت اديهم درس. اقول لهم بصوا ممكن تيجي معايا بيلك ازاي، ممكن ابقى رئيس جمهوريه ازاي. يعني الناس ده كان نازلين بقى ناس من الاخوان كتير، فانت عارفه طبعا في ناس نص ناس بيحبوا الاخوان وناس ما بيحبهمش. فالنص اللي ما كانش بيحبهم دول كان معايا انا. فطبعا عملوا لقاء معايا وبتاع، انت ينفع تبقى رئيس جمهوريه؟ قلت لهم لا. بس بشرط. انا ممكن انسحب من الرئاسه، بس كل الناس ديت تستقيل، اللي هو بقى سواق التاكس وتعمله يعني زي ما بيقولوا ايه تاني، تعيدوا الموضوع من تاني، تقولوا لا بقى رئيس جمهوريه يبقى بيتكلم 7 لغات، لازم تطلعوا هيبه الرئيس ده تاني،
لان انتوا كده يعني عايز بقوله ايه يعني عايز تبقى رئيس يلا خش تبقى رئيس. والدرس بتاعك فين وصل للنتيجه بتاعه؟ وصل بنتيجه ان كل اللي كانوا متقدمين الرئاسه دول استقالوهم، هم قالوا ما ينفعش يلا يا عم انت اهو يلا، وراحوا حاطين اسس بقى. بعد كده لولا ما كنت، لو كنت طلعت في التلفزيون اتكلمت قلت لهم يا جماعه ما كانش حد هيصدق، لكن رحت رايح. وعايز اقول لك بقى زفه وانا داخل الرئاسه، رئاسه الجمهوريه، انت عشان تخش رئيس لازم تاخدي ورقه اللي هي فيها الشروط. رحت رايح بقى الرئاسه عايز اقول لك بقى وزمر وبلدي وحاجات بقى ايه، الناس استغربت وما عرفوا بقى ان انا بديهم درس. ما مش هقول لك بقى خد طريقه كتير، طريقه بقى من اللي هم الناس كانوا اخوان والناس قعدوا بقى شتيمه وبتاع وانا مش عايز اتكلم. قعدت اسبوع ما اتكلمش. نفرض كان وليت رئيس جمهوريه، انت اصلك من شبره، تقعد في شبره ولا تمشي القصر؟ لا كنت عايز اشوف القصر بيني وبينك. لا هو زي ما بقوله كده، الرئيس ما ينفعش يقعد في حته في منطقه شعبيه، بس كنت هعمل حاجه جميله جدا لو اتنقلت اي حته. كنت هخلي بالي من الناس الغلابه عشان انا حسيت بالناس الغلابه. سمعت حاجه اولاد الحاره يجيوا يدقوا عليك الباب، واحده تقول لك معلش يا بي فلوس علشان العيال، واحده تقول لك وانت تعطيهم. بس انا ربنا مديني بعرفهم من كتر المشاكل، بقيت اعرف اللي بتضحك عليا واللي بيضحك عليا. يعني ممكن ست تبقى عايزه مثلا زي ما بيقولوا عندكم هنا مثلا $5 بس، $5 بس يفك لها مشكله، جوزها اتاخد في الشرطه وعشان يسيبوها عايزين $5. يعني بمثل لك بقى عندكم، احنا عندنا بنسموها مثلا 100 جنيه بس وتعطي بعرفها. وفي واحده بقى تبقى طالعه عايزه مثلا ايه $20,000، تقول لي خدي حجه البيت يعني وخليه معاك، ولما بديك الفلوس تديني حجه البيت. طب ما انت عندك بيت، طب ما تروح تبيعيه فك زنقتك. عارفه كده. فكنت احس بالناس الغلابه، كنت قلت اول ما قالوا لي انت يعني هتسيب الرئاسه هتقولي للرئيس اللي جاي، قلت لهم يعالج الناس ببلاش. عندنا وعندكم في تونس هنا الناس بتعالج، يعني عشان يعمل عمليه صعب جدا معهوش فلوس، فبيضطر يعمل ايه ابنه. مش عايز اقول لك فيه وفيه يلا روح نسرق وعايز يعالج ابوه، فاضطر يسرق ويقتل عشان يعالج ابوه او امه. طب احنا هنوفر الموضوع ده كله؟ وعارفه انت لما بتخشي الفندق دلوقتي سوري تطلبي الليمون، انا عايز مستشفى زي كده بقى، تخشي سلام عليكم انا عايز اعمل عمليه قلب، تخش تاني يوم يتعمل عمليه قلب خلاص. عندنا في مصر عشان تعمل عمليه قلب على حساب الدوله تقعدي سنه كامله تجري في اجراءات. ومين اللي بيجري بقى؟ ابن اللي هيعمل العمليه دوت. ما اول ما يخلص الاجراءات ويجي لازم يكون مات، يكون مات. فانا طلبت رئيس الجمهوريه اللي هيبقى اللي هيمسك يعني يعمل قانون ما فيش حاجه اسمها فلوس، كله يتعالج ببلاش. ده اقل حاجه يتعالج، بس مش عايز حاجه اكتر من كده. بايه رايك اليوم في محمد مرسي؟ على 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 انا هشخصه لشخصين، كبني ادم كشخصيه كبني ادم لا اعتراض عليها، كمثلا كمحمد مرسي راجل بيصلي بتاع ده راجل كويس، لكن على المستوى اللي هو بقى زي ما بيقولوا كده الحاجات الحاجات اللي بيعملها ما فيش حاجه اسمها برامجه، لا ما فيش برنامج، ما فيش ما فيش حاجه. انت ما انتخبتش بعد حسني مبارك يعملوا احزاب، ما انتخبت حتى ولا نزلت ولا اي حاجه، لان انا شفت الظلم بقى خلاص، شفت الناس حد ياخد ابن واحد ويقول له هات 200,000 جنيه والشرطه ساكته، والشرطه تيجي تكلميه يقول لك انا هروح عشان اموت نفسي. ليه حق، هو بيتكلم صح. مين اللي عمل في دوت؟ رئيسه الجمهوريه. وبعدين انا عايز اعرف سؤال، لا اعتبرين انا رئيس جمهوريه هو انا ينفع كنت الاقي حد مثلا في بورسعيد مات واسكت؟ قاعدين يسقطوا برشا ضحايا في مصر. ايه ده؟ ايه ده؟ مظاهرات. ايه ده؟ فانا عايز اقول له سعاده الرئيس، هو انت بتشوف يعني عايز اسالك سؤال، هل انت بتشوف الناس اللي بتموت دي ولا هم قافلين التلفزيون عندك ما بتشوفش حد خالص في التلفزيون؟ دي اللي انا عايز اشوفها. انا بقعد في التلفزيون كده، ده لو انا زي ما بيقولوا كده لو حد كافر او اسرائيلي هيعيط من اللي بيشوفه دوت. فانا عايز اعرف ده راجل بيصلي وعارف ربنا، هل هو ما حاجه من الاثنين؟ انا لما بقعد مع نفسي كده. اما شعب ثير زي ده، حتى شعب ثير سير. وعايز اعرف بس اسال سؤال، ما انا خايف من حاجه بس، هل الرئيس بتاعنا بيصلي وعارف ربنا؟ واللي بيعرف ربنا وعارف بيروح باص للناس حاسب، محدش يعمل كذا حاسب مفيش. لكن انا مستغرب ان هو سايب الشعب يعمل كده. يعني انا بقول له يا رئيس لازم تلحق الموضوع،
سالوني لو انت رايز تعمل ايه؟ قلت لهم اعمل طبليه، اجيب طبليه كده في الرئاسه. تعالى انت عايز ايه؟ انا حسيتك تحب تقولي رئيس بالحق. اه انت عايزين ايه؟ ما طبليه. لكن بقى ما الرئيس لازم يبقى عارف ان نص الشعب بيحبه ونص التاني ما بيحبهوش، او النص التاني معاه ونص التاني مش معاه. فيشوف النص التاني ده مش معاه ليه؟ مش معاه ليه؟ وزي ما بيقولوا كده دلوقتي في ناس في ظلم في البلد. في ظلم في لا في ظلم في البلد. مش كنا بنقول يا عم حسني مبارك في ظلم؟ ما هو دلوقتي في ظلم عادي. مش مشكلة. فبقول له يا سعادة الرئيس حل الموضوع، لو انت ابن بلد وانا حاسك تجيب طبلية، تشوف الأحزاب اللي التانية عايزة ايه، والحزب اللي حس ان هو يعني زي ما بقوله بيتفرعن شوية اطلع بقى قول يا جماعة بصوا الحزب ده بيقول عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، قرر الشعب فيه. لكن انت هتسيب البلد كده هتولع. وعلى ايام حسني مبارك بقول كان في ظلم وكان في اضطهاد وكان في وفي وفي وفي، احنا معاك. على ايام حسني مبارك مفيش قناة تلفزيونية اتقفلت بعد الحسن بتاعك مش بتمنع من دخول مصر. لا لا ده انا بتكلم بصراحه. يعني ايام حسني مبارك ما كانش فيه قناه بتتقفل، ما كانش فيه صحفي بيتحبس. بنبص تلاقينا صحفيين بيتحبسوا وتلفزيونات بتقفل وايه ده؟ ايه ده؟ لا وسياحه ضربت برشا في مصر، ما ضربت ليه؟ ما هو اللي حصل في بلدنا دوت. فبقول يعني ربنا ربي يكرم والرئيس يعمل طبليه ويجيب الناس دي كلها، وانت زعلان من ايه وانت زعلان من ايه زعلان ايه، ويلم الدنيا كلها من بعضيها. ولو لقى حد اوفر شويه شايف نفسه زي ما بيقول يقول له لا امشي، هيطلع يعمل ثوره، تروح انت طالع قايل يا جماعه فلان الفلاني ده عايز كذا وكذا كذا، وما ينفعش ما يرضيش ربنا. ده اللي انا شايفه لو البلد يعني اتصلح حالها والسياحه ترجع تاني. احكي لنا شوي عن سبب المرضى وشنو اللي صار معك. والله انا كنت في ليبيا في حفله وكلت بس سندوتش شاورما. بس سندوتش شاورما ما فيهوش لحمه، بقى في شطه وزي ما بيقولوا فلفل وبتاع. فحصل لي زي ما بتقولي كده، زي ما بيقولوا كده نزفت على طول. نزفت دم على طول فما عرفوش يلحقوني. كيفاش من ساندويتش يصير لك دم؟ احنا سمعنا بعيد الشر عليك وربي يطول في عمرك، سمعنا اللي انت وصلت للموت. ما انا عشان ما لحقونيش في ليبيا. ما لحقونيش خلاص، في دمي خلاص. فعمال ما جابوني مصر قال لك خلاص هو مات. فسبحان الله ربنا معجزه صارت. يعني سمعت الدكتور سمعت بس مش قادر اتكلم. هو بيقول لجوز اختي بيقول له خده على البيت عشان هو مات. والله فقالوا له بقى ربنا سبحانه وتعالى جابوا دكاتره، جمعوا دكاتره كده وقالوا طب نسيبه للصبح. هم ما كانوش عايزين يدخلوني المستشفى، كانوا سايبيني بره كده. عارفه انت برضه ده من النوع اللي هم عندنا في المستشفيات. في شويه بنقول لك ايه ساعات صغير هيموت عندنا، لا بلاش خليه يموت بره كده. فكانوا سايبيني عارفه اللي هو ايه، حد كده قاعد بره كده على كرسي بس كده وبتاع لغايه ما يموت، ولا علاج ولا حاجه ولا اي حاجه. في ليبيا ولا في مصر؟ في مصر. في مصر؟ ده في ليبيا ده انا شفت العذاب بقى. في ليبيا ده حط لي الكانون كده ويسيبه ينزف دم واقول له يا ابو كبه، تقول لي استنى شويه، لان هو انا مش فاهم ان هو مش عارف يعالجني. مش فاهم يمكن هذيك عليش زيت دوره صحتك. الدوره خلاص كنت بموت يعني. مش موت الدكاتره قالوا في مصر لو عاش لساعه ثاني يوم الساعه 7 خلاص ربنا كتب له عمر جديد، بس لسه هيتعالج بقى. قعدت 6 اشهر اتعالج. وبعد ما اتعالجت 6 اشهر قالوا انت ما عندكش حاجه. اكتشفت ان انا ما عنديش حاجه، كان فيروس في معدتي. فلو كانوا ادوني برشام عشان يقفل الفيروس ده كان خلاص الموضوع انتهى. كان عندي قولون زمان تعبني بس انا ما اعرفش. كان زمان انا يعني في الارياف نزل ترع كتير. عملت فيه الحاجات ديت الحمد لله. كنت عملت مزار زمان وكده فقولون عندي. فلما حصل وكلت وبتاع وخدت هناك النزله ديت في زي شريان كده في القولون، هو اللي عمل الزيت ده كله هناك. قعدت 3 ايام في المستشفى هناك، كل يوم اروح مستشفى اقعد فيها نص يوم ماليش عليك، تاني يوم برضه ماليش عليك،
ثالث يوم بروح الشارع. ربنا اكرمني بالراجل ده، قال لي لو ما نزلتش يا ابن مصر هتموت. والحمد لله جيت هنا، والدكاتره بشكر الناس كلها اللي واقفين جنبي كلهم، اللي بصيتني من الموضوع اللي انا فيه يا جماعه. الناس كلها بتحبك. يعني الناس كلها، يعني انا الناس قالت انا حكيم، استاذ حكيم كان اول واحد واقف، واستاذ احمد هنيدي، استاذ تامر حسني، يعني انا مش عايز انسى حد، حمد هلال، عصام كاريكا، امينه، ابو عرور، دينا، اي ابو الليف ده يا جماعه، الناس ابو الليف عمالين يقطعوا في سيره ان انا بشتمه. الراجل اول واحد واقف على الباب، وده اللي الناس بتقول انه انا بحمد ربنا على اللي حصل الموقف ده عشان اعرف محمد الناس، محمد حسن النادي الاهلي، مش كباله، حضري، انا مش عايز انسى حد. ايه ده، اقول ربنا يكرمني بس واخف، ولا هي اقفل نزيف وبعد نزيف هسافر بره، يعني الحمد لله فضل ربنا. هي هي اطمئن ان نزيف وقف تمام، لان لو نزيف رجع تاني ربنا مش يعني هيبقى الموضوع خطر. اسكندريه وجالي تليفوني ان سعد تعبان وفي المستشفى، فطبعا جيت جري بعرف الناس ان سعد كان جاي في حاله سيئه قوي، دي اول حاجه كان جاي فيها، كان حاله سيئه جدا. وبرده بطمنكم ان سعد دلوقتي الحمد لله فضل ربنا ان هو في حاله كويسه قوي الحمد لله عن الاول. يا رب حبيبي نجيك واجبر خاطرك وتقوم بالسلامه لشبابك بحق جاه رسول الله عليه الصلاه والسلام. يا رب يا ابني أنا سمعت سعد بعد المرضى القوية هذية حبيت تعتزل الفن، علاش حسيت اللي تعمل فيها حرام؟ أنت من قبل نسمعك اللي تقول أنه الفن والاستعراض هو حرام، فمن بعد حسيت كأنه ربي عطاك درس مش أنت تبطل. هو داني درس ربنا، بس معناتها حسيت عارفة اللي هو إيه؟ إيه اللي خلاني أقول أن أنا أبطل؟ اضطهدت كتير بقى، عارفة لما حد إيه؟ يقعد يشتم فيك يشتم فيك يشتم فيك، فزهقت بقى. قلت لهم لا خلاص، زكاة الشهرة هتخليكوا تشتموا أمي أو ولادي، خلاص عندنا في حد صحفي شتم والدتي يعني. أي سمعت على قصة الجامع، الجامع أو بتاع قلت إيه ده، طب طالما الموضوع كده خلاص أنا همسي أعتزل. أما كل الفنانين تعدوا بالمرحلة هذه لازم تكون عندك قوة شخصية. بصي حضرتك عارفة القوة دي لو حد أنا عارفة ما توصلش لشتمة الأم يعني، ممكن حد يشتمني عادي وإيه يعني عادي، فهماني؟ بيقولوا يعني زي ما عندنا كده بيقولوا في مصر الشتيمه بتلزق، بس ما توصلش للام. وايه حرموك الجامع يعني، مثلا يقول ايه حرام ان انت تعمل المسجد، و طب اعمل ايه؟ طيب يعني حد لقى ثواب زي ما بيقولوا كده، انت تلاقي حد مريض فبايدك انك تعالجيه وربنا يكرمك، فيجي واحد يقول له لا اوعى لو اداك الفلوس ده حرام، طب خلاص يروح ميت. طب لا اتعالج وبعد كده بحث الهواء كده، انا يعني اعمل ايه بالفلوس اللي معايا دي؟ فقلت لهم بقى، قلت لهم بقى خلاص افتح كازينو واجيب بنات ترقص وكده وبنات بقى كده، ده احسن يعني، ولا افتح مسجد يمكن ربنا يغفر لي وبتاع وكده. قلت لهم مانيش تمني، قلت لهم خلاص انا اعتذر بقى. انت تقعد تشوف الفن حرام ولا لا؟ خاطر اغلب الفنانين يقول لك لا مش حرام، انه ساعات تلقى حتى فنانه متحجبه ولا مو مثلا متحجبه تلقى تغني ولا تمثل. انت تشوف اليوم اللي الفن حرام؟ بصي هو مش كله يعني، انا ما قعدت مع نفسي يعني الفن اللي هو يدي موعظة لحد ده مش حرام. يعني انا عندنا مسلسل اسمه متولي الشعراوي، ده معروف جدا في مصر، في حاجات في ديني انا ما كنتش اعرفها كساعد صغير، لما المسلسل ده بتعرف ديني كويس يبقى ده حرام ولا حلال، ده كويس. لكن ما ينفعش حد تاني يطلع ولابس مايو وسوري ويطلع بي حكيت الاعتزال، باش تعتزل ولا لا؟ لا عايز اقول لك حاجه، رجعت مش رجعت، هو انا مستني حد بس عارفه انت زي ما بقول لك كده ايه، حد يخطفني. اقول لك بصراحه عشان نبقى صراحه مع بعضنا، اللي ربنا يبطلوا المهنه ديت يبقى بيحبه عليه، يعني ربي ما يحبكش انت تاو؟ انا قلبي حاسس كده ان ربنا بيحبني، فما يناديني ما يخلينيش يعني ابطل المهنه ديت خالص واصلي ليل ونهار يبقى بيحبني. عليه الاحساس هذايا، انت ناس انت تصلي ولا لا؟ بصراحه انت تصلي ولا لا؟ بصلي متقطع. اوكي، لكن انت قاعد تحس انه ربي غاضب عليك توا؟
انا كل واحد واحساسه بره الفن. لو ربنا سبحانه وتعالى خد حد من الفن وبطله بقى حد متدين وبتعرف ما خممتش تمشي لطبيب نفساني؟ ايه ما خممتش تمشي لطبيب نفساني خاطر حاسه فسروا لك حاجات ونفسيتك مش مرتاحه بتتر كي تمشي لطبيب نفساني ترتاح فما حاجات في مخك انا حاسس كده حاسس ده لو انا بطلت يبقى ربنا بيحبني. لكن ممكن انا علاش قلت لك طبيب نفساني خاطر اي انسان ينجم يمشي لطبيب نفساني مش المهبول بركه أيوة يمشي لطبيب نفساني خاطر حسيت نفسيتك تعبت شويه كانه عندك حكايات هكا مسيطرين لك على مخك مش الاساس منها في الدنيا كله مشاكل. يعني بخاف ادي العربيه لحد مفتاح العربيه لحد يحط لي فيها مخدرات ولا حاجه وليد خايف خايف وشتيمه بقى كل يوم مثلا ايه انت في مصر شعبي ومتواضع وتعاون في اولاد حومتك تعطي للغلابه علاش يكرهوك علاش هم مش عايزين عايزينك تسكني في حته ديليكا وما تساليش عن الناس ولازم تنزلي تسهري وتشربي وتبقي بمجتمع تاني لكن المجتمع ده مجتمع بيئه جدا مجتمع لازم يتشتم. يعني لما قابلني حد صاحبي كده فنان كبير سعد وانت لسه قاعد في شبرا اقول له يقول انت لسه بيئه كده البيئة دي عندنا يعني وحشة يعني انت هتفضل بيئة كده اقول له انا عجبني البيئة ديت عارفة ليه برضو دي اقول لك من انا بتقولي نفساني لان انا حاسس ان ربنا هيناديني فما يناديني هبقى قريب من اسرتي او قريب من اهلي لكن لو رحت سكنت في حتة تانية وبطلت المهنة ديت اما اجي ارجع لاهلي اقول لي خليك في اللي انت كنت فيه سعد احكي لنا على جديدك شنو فما جديد عندك قديش ما عملتش البوم اغنيه بقى حوالي 3 سنين ما عملتش البوم كنت تعبان بتاع وان شاء الله نزل في الصيف باذن الله وعايز اقول لك البوم مش البوم فيه كوكتيل عارفه للاطفال والناس الرومانسيه والناس الشعبيين ما نسيتش الناس الشعبيين اكتر من يعني الرومانسيين دول يعني انا ما فيش ما بيني وما بينهم علاقه زي ما بيقولوا كده انا بحب الناس الشعبيين اللي هو وعايز اقول لك حاجه في مطرب بيطلع يقول لك انا مش شعبي يخاف من كلمه شعبي فم برشا فنانين عجبهم الاغاني اللي تقدم فيهم الاستعراض كيما اغنيه كوكا كوكا فما برشا فنانين قلدوك لكن ما وصلوش عملوا شعبيه ونجحوا كيفك انت فضل ربنا عشان اول حاجه هقول لك قبل ما اقول لك انا عايز ايه انت كمذيعه جميله ولبقه وكل حاجه والله بقول لك حاجه ممكن تانية مذيعة تشوفيها في برنامج قبلك فتقعدي سوري يعني لو عارفة لو هديكي درس لو قلتي ايه ده؟ ايه ده؟ دي شكلها واحدة مش عارف ايه يا رب البرنامج بتاعها بيقع فربنا ما يكرمكيش اي اكيد اكيد فانا من النوع اللي هو عارفة ايه؟ انا ماليش دعوة بحد الفنان ده ربنا كرمه ربنا يكرمه ده مطرب جامد جدا ما ينفعش اتكلم على حد واتمنى الخير لغيري وامي دعيالي وزي ما بيقولوا كده بتاجر مع ربنا في حاجه اسمها تجاره مع ربنا اللي هو ايه يساعد على نيته راهو ما يقصدش حاجه خايبه اكيد عارفه عندنا هديكي مثال تاجر مع ربنا دي ما كنتش عارف يعني ايه تاجر مع ربنا فكنت بشتري مكنسه للمسجد فرحت اشتريها انا واحد فلاقي المكنسه قال لي ب 1000 في مكنسه ب 1000 جنيه ومكنسه ب 1700 فانا قلت له هات ام 1000 بعد ما اشتريتها وانا نازل واحد كلمني في وداني ما اعرفش مين هاتف فانت بنيت المسجد ده وكلفت كل ده ومستخسر في بيت ربنا ام 1700 رحت راجع مغير المكنسه وجايب ام 1000 وكام 700 كان يوم اول يوم رمضان كانش معايا فلوس مش معايا فلوس خالص فجبتهم معيش ولا تعريف كنت انا عامل مسلسل مع ورده جزائريه رحمه الله عليها كان ليه 15000 جنيه فكانوا قايلين لي في البرنامج في المسلسل لو ما جيتش برنامج معين كده في كل المسلسل فيه هيتخصموا منك ال 15000 جنيه قلت لهم مش جاي تحب تقول لي انت ما عندكش فلوس في البنكه انا كنت لسه اول طريق وانا اول الطريق اوكي ف 15000 جنيه المسلسل فانا نازل من على السلم معيش ولا تعرف اتلقيت استاذه ورده بتكلمني ازيك سعد عامل ايه وبتاع وكلام من ده وبتاع ازيك عم بتتصلش بيا قلت لها انا زعلان بصراحه عشان في المسلسل خصم مني 15000 جنيه قالت لا اقفل ما فيش 3 دقايق وتلاقيت واحد بيكلمني استاذ سعد تعالى خد الكام ال 15000 جنيه رحت رايح اخد ال 15000 جنيه
وانا بعدهم وانا نازل من على السلم كده قابلتني الاستاذ صفاء ابو السعود. سعد تعالى عشان تعمل معايا ايه برنامج. سبحان الله. المهم وانا رايح البرنامج معاه اتفقت على مبلغ معايا. بعد ما خدت المبلغ ده والمبلغ ده كان عندي عربيه صغيره كده وراكب العربيه وراح الهاتف مكلمني في التليفون. قال لي كلمتين اتنين بقى اللي هو زي ما بيقولوا ربنا بعتها لي اللي هي الكلمه اللي قلتها لك دي. قال لي ايه رايك بقى مع التجاره مع ربنا؟ شفت انت جبت مكنسه ب 1700 جنيه شفت انا اديتك قد ايه؟ فدي اسمها تجاره مع ربنا. حسيت ان دي حاجه حلوه بقيت اتاجر بقى مع ربنا من ساعتها. انا نحذك على التلقائيه. فده سر ان سعد الصغير لغايه دلوقتي زي ما هو. زي ما انا تحسي في مطرب رحت له عامل اغنيه مكسره مصر ويختفي. ما هو بعد ما بيبقى حاجه تلاقيه بقى عمال بقى يشتم في دوت ويعمل دوت حط رجل انا وانا وانا مش عارف ايه. فربنا يقول له لا تعالى انا اديتك عشان تراضي والدتك وتراضي الاهل الحته بتاع. فعشان كده فضل ربنا زي ما انا في الحته في المكانه بتاعتي عشان محافظه. حتى ما الاقي مطرب امينه محمود الليسي الحسيني طارق الشيخ كل دول بجيبهم معايا في الافلام. مع ان على فكره صوتهم احسن مني. بس ما اخافش انا بجيبهم فربنا بيكرمني بيكرمهم هم. يا مينا معلش ما عندك برشا ما تعاملتش معاها هو اسباب المرض ولا مين؟ صار فما مشاكل بيناتكم امينه الحنطور؟ ما لا هي امينه كانت معايا جبتها حنطور فهي خدت اتجاه تاني يعني اللي هو عملت دويتو مع شاب هشام وخدت طريق تاني. فلكن لو في تعامل معايا تاني هتعامل معايا تاني. لكن هي خدت حته خلاص هي خلاص المرحله بتاعتها او 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 جو تاني غير انا خلاص. هي امينه صوتها حلو فهي حابه تخش في حته ستايل شويه فانا لا انا زي ما انا مش عايز اغير. ما تفرحوش فيا كده حرام عليكم انا ما استاهلش كل ده حرام عليكم. ما تفرحوش فيا كده حرام عليكم انا ما استاهلش كل ده حرام عليكم. بكرة السنين تيجي عليكم والدنيا حطيها من ايديكم. بكرة السنين تيجي عليكم والدنيا حطيها من ايديكم. واشوف دموعكم مالية عيونكم اشوف دموعكم لو هموم عشان ابعكم اموت وابعكم. اشوف دماغكم مالية عيونكم اشوف دماغكم لو هموم عشان ابعكم لازم ابعكم. اغنيتك ما تفرحوش فيا كده فما برشا ناس قالوا لي انت كي بدلت شعبي كما انت قلت ما تحبش تعمل حاجه رومانسيه انت عملت ستيل قالوا الناس اللي تبع في حكيم وما نجحتش الاغنيه برشا ساعات. لا 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 دي الاغنيه دي شعبيه شعبي وامها شعبي وابوها شعبي. اما فرق ما بين الاغنيه هذه وما بين العينه بالعينب هقول لك الاغنيه ديت يعني انا شعبي شعبي عامه الشعب بيسمع الاغنيه كلها. فالاغنيه ديت هقول لك الفرق ما بين الشعبي والرومانسي يعني الرومانسي اللي هو انا اقول لك انا بحبك كل شويه تاخدي الورده دي انا ما بقدرش انام من غيرك انت حياتي انت روحي. دي الرومانسية. لكن عارفة ما تقولي ما تفرحوش فيا كده حرام عليكم انا ما استاهلش منكم يا جماعة اللي انتوا بتعملوا معايا دول. وبعد كده اقول لهم الرحمة فين؟ بشرع مين؟ الرحمة فين؟ دنيا ما بتدومش وكلنا هنمشي. مش هتلاقي مطرب ماسك جيتار يقول الجملة دي خالص. لانه اكترية الاغاني الرومانسية بيغنوا على الحب بس. لكن انا بقول للناس الدنيا ما بتدومش كلنا هنمشي يعني كلنا هنموت. ده الشعبي. لكن الرومانسي هتيلي اكتر حد بيغني رومانسي او 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 محبوب عمره ما غنى لامه. انا غنيت لامي الف رحمه عليكي ياما من بعدك هشوف الذل وهشوف المرار. لكن قلبي ومفتاحه انت فين يا حبيبتي وحشتيني انا مش قادر اكل من غيرك. اقول لك حاجه انت احلى حاجه. هتلاقيه ماسك الحب بس. دول رومانسيين. انا مش عايز اروح الجو ده لكن كل انا اعمل الرحمه فين
وبشرع مين ودنيا ما بتدومش دي مش رومانسيه. انا بس ايه حولت قلت للناس ان انا بعرف اغني سنه لكن العنب العنب ما فيهاش غنى احمر لكن نقدك برشا على الرقص على المسرح مازلت تشطح ولا لا؟ ما انا كده انا عارفه جيت في مره في فرح كده قلت اما اجرب بقى هم عمالين يهاجموني كده عشان طب انا هجرب رحت واقف في فرح بغني كده راح الناس ايه يا عم انت بترقص ليه ما بتشطحش ليه زي ما بقول كده احنا بنحبك كده ومش عارف ايه بتاع سيبك من الجرايد قلت بس انا خليني مع الجمهور النقاد هتلاقيهم مثلا ايه 100 واحد لكن ده في 60,000 واحد بيحبوني ولا 100,000 واحد نجم تغني لي شويه اول اغنيه اللي ديما تقول وش سعد عليك اللي هي سعد يا سعد سعد يحيى سعد هي دي وش سعد عليك اللي بالعربي كده عشان بص ما ندخلش في حوارات ترارات بالعربي كده عشان بص انا مش ناقص متى انا قلبي في ايديا وما فيش غالي علي لسه ما تخلاش يا ابني انت ما تخلاش اللي حيلعب بقلبي اصحى تا 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 فوق تا تا سعد سعد يحيى سعد تا 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 كده اللي كانت وش سعد على سعد صغير احكي لنا على جديدك فما مسلسل باش عندك اعمال في شهر رمضان بعمل فيلم بعمل فيلم شهر محمد علي مع احمد السبكي استاذ احمد السبكي و انت ما تعاملتش كان مع احمد السبكي هو ابويا قال لي هو ده الباب الحلو بتاعه اوكي عارفه وما يتصلوش بيك مخرجين اخرين شركات واعلى في السعر بس عايز اقول لك حاجه عندنا انت عامل عقد احتكار مع احمد السبكي فيلم في فيلم بس انا عارفه ابويا كان يقول لك ايه ده عتبتك ما تغيرهاش تلاقيني مع الكاسيت 5 سنين مع ستار عبد الله كواليتي ومحمد السبكي مش هسيبه ممكن اسيبه واروح فيلم تاني اخد مليون دولار مثلا تلاقيني وقعت امثلها لك في مطربين كانوا في شركه نصر محروس مطربين كبار جدا راحوا روتانا خدوا دولارات وقعوا اي لكن فما مشاكل صارت بيناتهم هما والمنتج نصر محروس نصر محروس ما فيش مشكله هو عايز اقول لك حاجه واحده صارت مشاكل ما بين شيرين و تامر حسني كان فما مشاكل دول زي كبيره ما هم. دول زي ما هما دول مشاكل في مطربين تاني قالوا نصر لا احنا عايزين نمشي هنجيب لك اللي انت عايزه راحوا جايبين الفلوس اللي هم عايزينها لنصر اللي هو التيشيرت الجزائري اللي في العقد بعد كده قاعدين في البيت بس خدوا مليون دولار وخدوا 500 دولار 1000 دولار هم حسوا بصوا للفلوس ما بصوش للعيش والملح ما بصوش للعشره ما بصوش ان هو كان معاه سندوتش ما بصوش الحاجه دي فانا مع احمد السبكي وامطار عبد الله بس للعشره والملح لو هنا باخد 200 جنيه او 500 الف جنيه وبره 100,000 مليون جنيه لا هنا احلى هنا هكسب لان في رضا بس خليني نجم تعطيني اسم الفيلم او اسم الاغنيه الجديده اللي في الاغنيه الجديده واحد بقى بي بي زي ما بتقولي كده زعلان من الدنيا كلها بقول الحمل بقى تقيل عليا مش قادر اشيل خلاص اصل انا مش مجروح من واحد انا مجروح من كل الناس الناس كلها بتموت مره وانا ميت يجي مليون مره يلا ما جاتش من المره دي انا كده كده ميت بالمره الحمل بقى تقيل عليا لكن فما حزن كبير يعني احنا مش تفهمنا وعطني هكا باش ترجع كيف قبل وتقوي شخصيتك يعني حضر لنا اغنيه هكا هتلاقيني هكا هتلاقيني كده كده وكده كده وكده في الفيلم كده معلش نقولوا هكا عامل مراتي خانقاني مراتي خانقاني ترارارا ومجنناني ترارارا ومطلعنايا حماتي قرفاني ترارارا كده وعيلا نفسي اتجوز اربعه اصل دماغي مطرقعه واحده بيضه وواحده سوده وواحده رفيعه نفسي اتجوز اربعه نجم تعرس باربعه؟ ايه؟ نجم تعرس باربعه؟ في حياتي يعني؟ لا انا ساعه صغير ما اتجوزتش اربعه واحده؟ هي واحده عشان عارف فيها شو ملح زي ما بيقولوا من الاول وقفت معايا في البدايه فما ينفعش اكسرها دلوقتي شارع محمد علي شكون باش يشاركك في الفيلم هذايا؟ شكون الفنانين الممثلين اللي باش يشاركوك في العمل هذا؟ لسه لسه ما لسه ما لسه ما كلهم بس في انت عارفه ما بستناش عن دينا والكاست بتاعي ده وكده وبتاع بس دينا هتطلع محترفه في الفيلم ما عادش تعمل لكم مشاكل يا عم
حنطر يا محنطر اس حاضر يا ما نفسي اركب الحنطر فسر سعد صغير انه قاعد في شبرا ان انا حاسس ان انا ناجح، حاسس لو انتقلت من شبرا هبقى في جو تاني مش بتاعي خالص. فده اي مطرب ربنا يكرمه لازم نحافظ على امه وزي ما بيقولوا يشوف الناس عايزه ايه. يعني انا انت بايدك حد عيان ما معكش فلوس تعالجه، ممكن توصله المسؤول يعالجه ببلاش. فده وده اللي انا بقوله للرئيس محمد مرسي، لو عمل زي ما بيقولوا كده قانون وخلى مصر كلها تعالج ببلاش ما عدا الاغنياء طبعا، الاغنياء معروفين طبعا. عايز اقول لك الرئيس محمد مرسي ده هيتنى مدى حياته، ربي باش يبارك له. ها ربي باش يبارك له خلاص. اما لكن سعد راهو اقتراحك انت به برشا، لكن فما ميزانيه الدوله زاد هما يجيبوا في دواء من برا. بص اقول لك حاجه، ويخلصوا في الطب هم قالوا كده. انا اقول لك انا سعد صغير بعمل ايه. بصي انا اعرف خمسه دكاتره خمسه دكاتره بروح رايح للخمسه دول، ده بتاع انف واذن وده بتاع قلب وده مش عارف ايه. اصحابي كده مثلا بقول له يا دكتور لو جبت لك حاله ببلاش تاخدها، يقول لي اه. بروح واخد الحاله ببلاش دي وموديها له بس. فبالك بقى الرئيس لو اتفق مع 50 دكتور من بره الدوله، بقول لكم يا جماعه عمليه القلب تعمل لي كام عمليه قلب في الشهر، هقول له خمسه ببلاش. نروح جايبين خمسه يا جماعه انتوا الشهر ده وخمسه الشهر اللي بعده وخمسه الشهر اللي بعده ببلاش. في دكاتره عارفين ربنا وفي مستشفيات عارفين ربنا وفي مستشفيات مش عارفين ربنا. لكن فما برشا ناس سعد، انا نعرفك اللي انت صريح والكلام هذا خارج من قلبك، فما برشا ناس يقول لك هذا يحب يلعب على الكرسي هذاك علاش مشايل الشعب، خاطر يعرف مشاكل الشعب. يعني كرسي؟ ما انا مش عايز كرسي، انا ماليش ده، انا مصلحتي قدمت الانتخابات كده كده وكده كده وكده عشان اقول عشان اقول للحكومه اي فهمتك فهمتك بس كده. لكن انا ما بعرفش، انا واخد دبلوم صناعي، ازاي ابقى رئيس جمهوريه؟ يعني رئيس جمهوريه ده يعني بيعرف يتكلم لغات، عارف، دارس اقتصاد، دارس كل حاجه، لكن انا لا اعرفش لا افقهش اي شيء. لكن انا مش عشان الكرسي، انا عشان انا حاسس بالشعب والمنطقة. أنا جعت قبل كده، يعني بص أقول لك زي بقوله إيه، أنا تعال نخرج أنا وأنت دلوقتي نمشي برا شوية، لو لقينا حد بشحات أقول لك ده شحات أو مش شحات، ده محتاج أو مش محتاج. عندك نظرة. الشحات ما بيمدش إيديه، المحتاج ما يمدش إيديه لأنه عنده عزية نفس. مالا شكون اللي عتيدي؟ دول نصابين. بصي اللي عنده انت جربيها، لو جارك محتاج روحي مثلا هاتي طقم لبس لاولاده، يقول لك لا 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 ربنا ربي يغني ربنا معايا، فتضطر تقول له معلش ده انا زي اختك وانا معلش مش عارف ايه، يروح قابل. لكن ينفع ينزل يشحت؟ لا، اللي يقفوا بالاشارات دول زي عندنا في مصر كده وبتاع كده، دول نصابين. يعني المجتمع هذايا البسيط والناس اللي مستحقين فلوس، انت عشت معاهم تعرفي ما عندهم عزة نفس. وعارفهم وعارف عزة نفس جامده جدا، ده تلاقيها بتبيع جرجير يعني خضره زي عندكم كده او فاكهه مكسبها اليوم كله 20 جنيه. تيجي انا مثلا اشتري حاجه عارف ان هي ما بتاخدش فلوس، اروح مديها مثلا 50 جنيه زي ما بيقولوا ايه بقشيش او تبس. لا يمكن. ليه؟ تسيب لي ليه؟ عندها عزة نفس. ولا انت زي امي وانا نفسي اعمل معاكي حاجه كويسه، قولي لي بس نفسي اعمل ايه وبتاع، تقول لي ادعي لي ربنا يكرمني بس. دول الناس اللي مش، لكن اي حد يقول لك مساء الخير ده والنبي بنت عيانه ومش عارف ايه، بنتك عيانه؟ وبييجوا يعملوا كده، هات بنتك عليك
لا بس انا عايز الدواء ده بس. لا لا هاتها تاخد الدواء وريها لي. فضلنا صف بقى. اذا اقول لك ان اي حد ما بالك بقى لو رئيس دوله وعمل موضوع كده. أوكي سعد نشكرك برشا على قلبك الكبير وعلى حضرت معنا في تونسنا تي في في برنامج ستار تايم. خلينا نمشي وجمهورك توا قاعد يستنى فيك. نحبك هكا تضحك ونحب تعطي ثقة في روحك. وكما قلت أنت ما دايم حد. أوكي هي مش دايما حد زي ما بقوله كده. وده اللي انا قلته لك. انا عايز بس اقول لك حاجه ان انا في تونس بحب اجي تونس جدا جدا. حاسس ان انا قاعد في مصر. شعب مش هنا. بصي انا ما بحبش اقول امزح كده بلد التاني او لا. تونس شعب مصري وبحب كلامهم قوي. هكا برشا وفي لباس عليك ولا لباس يعني تحس انا قاعد في الفندق هنا قاعد في مصر. انا احكي لك موقف قبل ما دبي. شوفي دبي بقى بلد عربية اهي. قاعدين فندق كله ما فيش حد بيتكلم عربي. فانا عايز اكل بدلة هنا بقى. اذا بقول لك هنا رحت متصل بيهم قالوا مساء الخير انا عايز اكل بدلة. هناك في دبي ما عرفتش اكل بدلة. رحت واخد البدلة ونزل على الريسبشن. سلام عليكم يوري دودي مش عارف ايه عايز اكل بدلة. قالوا قلت له مكوة. يعني عايز اقول لك بتعب جدا في الدول العربيه. في دول عربيه بتعب فيها جدا. عايز اقول لك حاجه. خدوا البدله يكوها ما جابوهاش بقى جابوا القميص بس. وجيب لي القميص وجاي قلت له فين البدله بقيت البدله. قالت فين وفين. لما لقيت حد عربي ترجمني اتاري هو في وسط الكلام بيكلمني. فانا قلت له يس. قال لي يس ايه بقى. اتاري هو بيقول لي هجيب لك القميص دلوقتي والبدله بكره. انا قلت له يس. انا ما اعرفش بقى. بقول لك الدول العربيه هنا تونس ببقى رايح وانا مبسوط. ما فيش حاجه هتقف قدامي. نازل مطار مش عارف السلام عليكم اركب الجيت فين اركب منين كده. فانا بحييكي واسف اذا كنت اتاخرت والله. لا 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 والله انا ما استحملتش جيت لك كده خلي بالك. وبقول لك انت منوره وربنا يحرسك على على تواضعك ده برضو كمان. ميرسي. انا زيدا بنت الشعب. لا بنت لا انا شعبيه وبنت الشعب زيدا. انا لو انا عشان حاسس بيكي انت شعبيه ومتواضعه وشايف مش شايف حالك. عارفه لو شايف حالك احكي لك بقى اللي هم شايفين حالهم. سعد احكي لي انت ليه بقيت رئيس جمهوريه. والله عشان كذا كذا كذا. انت مش شايف ان انت يعني رخم شويه ان انت تعمل كده يحرجك وانت بتاع. فتضطر انت تقول له لا انا مش رخم انت اللي رخم خلي بالك عشان كذا. فانا يعني بشكرك على تواضعك دوت. واي مذيع عايز ربنا يكرمه ما حاولش زي ما انت عملت كده. بصي جميل ما يحرجش. انا ممكن يقول لي بقول لك ايه يامك بتشتري اللبس منين. عارفه في مذيعين كده. فانا بقول لك اللي مش شايفين حالهم انت. فانت من المذيع اللي مش شايفين حاله. يعيشك ميرسي برشا سعد. وشاطين هديك الحق الليمون بعد ما خلص. لا 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 والله عشان ما تضيعش. ليش استنى انا نهار ازرق. انا والله مانيش باش انقص. خلي انا نهار ازرق. فلوس سرقت فلوس سرقت مش عارف. كنت تشكر في التوينسة او مش تقلب عليها. لا وقت مني بقى مش عارف بقى. عامه يبقى لك بقى وخلاص يبقى لك. هو هكا يحب يعمل ضحكه وانا مش قاصه في المونتاج باش نخليها. ساعه خلينا نمشيو الجمهور قاعد يستنى فينا. خلينا نمشيو للصاله. باي يلا.